موجز الأنباء نقدمه لكم من قناة زومسات بطنجة، أهلا بكم. في احتفال بمناسبة العيد الوطني الفرنسي بحضور مسؤولي مدينة طنجة والجهة وعدد من المواطنين الفرنسيين المقيمين بالمدينة، صرحت القنصل موري سوري في كلمة بالمناسبة على أهمية العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، مؤكدة أنها دائمة ومستمرة وغير قابلة للانفصال رغم ما قد يواجهها بين الفينة والأخرى من صعوبات، وستعمل الدولتين على تطوير العلاقات لما فيه مصلحة الشعبين. تشن السلطات الأمنية بمدينة طنجة حملة واسعة ضد ظاهرة النقل غير المهيكل، حيث أسفرت عن حجز عدد من العربات وتوقيف مجموعة من الأشخاص الممارسين لمهنة النقل السري، والذي بلغ ذروته مع اقتراب عيد الفطر المبارك. بلغ عدد الناجحين في الدورة الاستدراكية للامتحانات البكالوريا للعام الحالي 50169 ناجحا بحسب ما أعلنت عنه الوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بنسبة نجاح بلغت 32.92%، ليصل عدد الناجحين في مجموع الدورتين 229782 تلميذا. بعد توالي خرجت المسؤولين الجزائريين التي تتهم المغرب بالوقوف وراء الأحداث الدامية التي عرفتها المنطقة غردايا بالجزائر، أعلنت المملكة المغربية رسميا رفضها لهذه الاتهامات على لسان مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم، حيث أكد على أن المغرب دولة لها تاريخ وتطورت طيلة هذا التاريخ وفق العديد من المبادئ، ومن أهم هذه المبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ينظر مسؤولو وأنصار نادي الجيش الملكي بكثير من القلق لمستقبل ناديهم بالدوري المغربي للمحترفين الموسم المقبل، والسبب هو عدم الرد على طلب العودة لاستقبال منافسيه على استاد مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، وكان قرار قد صدر بغلق هذا الملعب بعد فضيحة مونديال الأندية الأخير. يظل الجيش مكرها على الانتقال بين الملاعب الفتح وسلا والقنيطرة وفاس لخوض مبارياته، وهو ما أثر سلبا على مساره بالدوري. نظمت نقابة العمال بشركة أمانديس بشراكة مع عصبة الشمال لكرة السلة دوري رمضاني بحضور خيرة قدماء لاعبي كرة السلة بطنجة أمثال حسيسن وعزيز بن حدو وأحمد القجاج، على أن يتم تنظيم الدوري في صيغته المهنية من كل سنة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.